يجب أن يحرر التعليم من أي مساعدات خارجية تفرض شروط على التعليم. التعليم يجب أن يكون فقط من خلاصة الموازنة الفلسطينية، من إرادات السلطة الفلسطينية الذاتية. مش مسموح لأي دولة في العالم تيجي تتدخل في مناهجنا في التعليم ولا تقول لنا غير هذا وغير شذاك، وهذا تحريض وهذا مش تحريض. هذا غير مسموح لا للنرويج ولا للدنمارك ولا لفرنسا ولا لحدا.